السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سؤال بالنسبة لمن لم يسمع حول أشرطة لبعض الدعاء من طلبة العلم. الشيخ محمد هادي مدخلي له أشرطة ناقش فيها بعض الأفكار وبعض الأشخاص، وهذه الأشرطة عرضت على بعض العلماء وفي مقدمتهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وكل من عرض عليه شريط الشيخ محمد أثنى عليه ثناء. ولم نعلم ومعنا في المدينة أنه رجع عما في الشريط، ودعوى إشاعة الرجوع غير صحيحة. كيف يبدو عن الحق وهو قال الحق وهو طالب علم قوي في الحق معروف لا نزكيه على الله، لكن معرفتنا له أنه قوي صريح في الحق. لا نعلم أنه قال شططا فيما سجل، شهد له كبار العلماء بأنه وفق وأن شريطه جيد، لذلك لا ينبغي إشاعة هذا التشويش حول أشرطته وحوله، وإلصاق التهم به أمر فرية ومحرمة، فعلى من ألصق به بعد التهم أن يتوب إلى الله. فالرجل فيما نعلم نزيه داعية قوي في دينه فيما حسب ما نعلم، الله سبحانه وتعالى هو العليم بنا وبه. لذلك هو من الدعاة الذي ينبغي التعاون معه، ولا ينبغي النيل لا منه ولا من أشرطته لما ذكرنا، وبالله التوفيق. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.